الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب الأولين والآخرين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات ويصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد رضاه، والحمد لله أبدا أبدا. ونشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، سبحانه سبحانه حكم فعدل، سبحانه سبحانه قضى وأوعد، سبحانه سبحانه أخذنا برحمته لبعدله، وأعطانا من مزيد فضله، وقال لئن شكرتم لأزيدنكم. ونشهد أن سيدنا وأستاذنا ومعلمنا ومربينا أستاذ البشرية جمعاء القائل صلوات ربي وسلامه عليه إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته ودعا بدعوته وصار على نهجه وخط خطاه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، وما زال اللقاء ممتد بحضراتكم نحو هذه السلسلة المباركة من رحلة إلى الدار الآخرة ومع اللقاء الرابع عشر. وقد تكلمنا في اللقاء الماضي عن أول ما يحاسب عليه العبد بين يدي الله يوم القيامة في أرض الحساب، وما زلنا في أرض الحساب، وقلنا أن أول ما يحاسب الله عليه العبد يوم القيامة من حقوق الله عز وجل الصلاة، فإن صلح سائر عمله، وإن فسد سائر عمله. وتكلمنا عن أهمية الصلاة وحكم تاركها والمتهاون فيها، واليوم نكمل الحديث في ساحة القضاء، وما زلنا في ساحة العدل بين يدي العدل، وفي ساحة القضاء بين يدي أحكم الحاكمين، لا زور ولا بهتان ولا تدليس ولا تضليل ولا ظلم، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم. في هذه الساحة بعدما ينتهي العبد من حسابه ما بينه وبين الله عز وجل، حوسب على الصلاة، وحوسب على الزكاة، وحوسب على الصيام، وحوسب على الحج إن كان مستطيعا، وحوسب على الفرائض كلها وما يتعلق بذات الله عز وجل من تقصير أو إهمال. ثم تأتي المرحلة الأخرى، ما هي؟ أول ما يقضي الله عز وجل به بين العباد حق الله عز وجل، حق الله عز وجل المحفوظ يحاسب عليه العبد بدءا من الصلاة انتهاءا بآخر فرض فرضه الله على العبد. انتظر، تباهى، ما زال قدسية القضاء وأرض الحساب، والحساب لم ينتهي بعد. ماذا بعد ذلك؟ حقوق العباد،
الحق الذي بينك أيها العبد وبين أخيك المظالم، هيهات هيهات من مظالم. فأول ما يقضي الله عز وجل بين العباد في ساحة القضاء الدماء، الدماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مروي عن ابن عباس طيب الله فراه ورضي الله عنه: يجيء القاتل، يجيء القاتل والمقتول يوم القيامة متعلقا برأس صاحبه، متعلقا برأس صاحبه، تشخر أوجاجه دما، يقول: رب سل هذا لما قتلني. وفي رواية أخرى: يجيء القاتل يوم القيامة يحمل رأس المقتول، ورأس المقتول بين يدي القاتل لتتكلم بقدرة من؟ تقول: يا رب سل قاتلي لما قتلني. تتكلم الرأس وهي في يد القاتل. انظر إلى هذا المشهد البشع الفظيع الذي لا تكاد القلوب أن تتحمله. واقرأ معي: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، ما الذنب الذي ارتكبه؟ أي مقتول قتل ظلما حتى يقتل عليه؟ في التهاون في الدماء وفي ساحة القضاء يظهر جليا واضحا عدل القاضي، فترى شيئا عجيبا غريبا، ترى شيئا غريبا. تجد اثنين أمام الله عز وجل في أرض الحساب، يقضي الله بينهم في الدماء. فأول ما يقضي الله عز وجل بين العباد الدماء، وترى القاتل أمام الله والمقتول أمام الله، ثم يؤمر بهما الاثنين القاتل والمقتول فيسحبا على وجوههما في نار جهنم، القاتل والمقتول. طب هذا هو القاتل، يستحق النار والعذاب، فلماذا يعذب المقتول أيضا؟ اسمع حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان لسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. طب ليه يا سيدنا النبي؟ طب القاتل هو يخش النار، طب المقتول ده يخش النار ليه؟ ده قتل، لا حامل سلاح. يبقى لو اتقابلوا الاثنين مع بعض كل واحد راح جاب نفس سلاح وده راح جاب سلاح، يبقى الاثنين سواء وحكمهما يوم القيامة سواء، سواء كان قاتلا أو مقتولا. وأوضح الحبيب صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. اللي سبب الأول، اللي ضرب الأول، الأولاني لو ما كانش ضرب كان التاني ضرب، فأصبح القاتل في حكم المقتول والمقتول في حكم القاتل. وقال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. بس لا، وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح:
من حمل علينا السلاح فليس منا. من حمل علينا السلاح فليس منا. وهذا الذي جعل أيها الأحبة سيدنا عثمان بن عفان طيب الله ثراه ورضي الله عنه لا يخرج على الثوار بسلاحه، بل فضل سيدنا عثمان بن عفان رضوان الله عليه أن يموت مظلوما خيرا له من أن يخرج من داره بحرسه وجنده فيقتل مسلما. فضل سيدنا عثمان أن يقتل هكذا مظلوما، وجاءه الحسن والحسين يريد الدفاع عنه وعلى رأسهما علي بن أبي طالب، ولكن سيدنا عثمان بن عفان أبى، رفض سيدنا عثمان أن يقتل مسلما واحدا فيتحمل دمه يوم القيامة أمام الله عز وجل. وقتل عثمان رضوان الله عليه، وهذا الذي جعل بني آدم كبير ذاك الأخ الوديع المؤمن الصالح وهو يقول لأخيه: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. ليه؟ الحكمة: إني أخاف الله. نعم، يعلم أنه إذا جيء به يوم القيامة يتساوى القاتل والمقتول، لأن الاثنين حملوا سلاح، وبدل الاثنين حملوا سلاح تساويا في الحكم. نوع آخر لما يقضي الله عز وجل، وأول ما يقضي الله عز وجل بين العباد الدماء. غريب، تلاقي القاتل والمقتول في الجنة. متوحد معايا؟ طب يا شيخ، انت قلت القاتل والمقتول في النار وكانوا اتقابلوا بالسلاح الاثنين مع بعض، طب ازاي تجد قاتل ومقتول والاثنين يأمر الله تبارك وتعالى بهما ويقضي بينهما ويدخل الجنة؟ اسمع حديث سيدنا صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله، يضحك الله إلى رجلين. فضحك الله ليس ليس كمثله شيء لا تشبه. يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر. طيب ماشي، واحد قتل الثاني، يدخلان الجنة الاثنين هيدخلوا الجنة. يقاتل هذا النبي، بيوضح صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه بيوضح النبي صلى الله عليه وسلم، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل فيستشهد. بيصلى على الحبيب. يعني واحد كافر قتل واحد مسلم، المسلم ده بقى ايه؟ شهيد. الكافر ده اسلم، ربنا هداه واسلم ودخل معركة بعدها وقتل، والاثنين ايه؟ شهداء، والاثنين يدخلوا الجنة. طب شوف دي بقى اللي جاي، نوع تاني، نوع تاني ممكن يكون اغرب من اللي قبل. القاتل في الجنة والمقتول في النار. القاتل في الجنة والمقتول فين؟ في النار. عايزين نتعلم. عشان نبقى الاحكام دي مهمة جدا، خاصة في الايام دي اللي اختلط بيها الحال والنال وكله شهيد. لا، بنضبط الامر. بانضباط الشرع. ايه بقى يا شيخ؟ القاتل في الجنة والمقتول في النار. هذا يوضحه الحديث الذي رواه سيدنا ابو هريره رضي الله عنه وارضاه، قال:
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل جه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله، يا رسول الله في سؤال على طول، أرأيت إن جاء رجل يريد مال، جه واحد مشبهني ومفتشني وعايز فلوس أو هاجم أو اتهاجم عليا في البيت، جاء رجل يريد مال، قال له النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعطيه، اوعى فلا تعطيه مالك، قال أرأيت إن قاتلني، دخل معايا في صراع عايز يقتلني أعمل إيه في الحالة دي؟ قال قاتله، النبي بيأمره صلى الله عليه قال قاتله، اوعى تخليه ياخد مالك، مالك زي عرضك زي دينك زي نفسك زي عقلك زي نسلك، قال قاتله، قال أرأيت إن قتلني لو قتلته ومنعت ياخد مالي وقتلني، قال فأنت شهيد، قال أرأيت إن قتلته لو أنا اللي قتلته، قال هو في النار، هو في النار. يبقى بقى ما يجيش واحد رايح يحرق مقر او يسرق مؤسسة وبعدين يتقتل ويتقال عليه شهيد، لا استوب استوب، بلاش فوضى بلاش فوضى، يجيش واحد بيقتحم اسم بوليس ويتقتل يتقال عليه شهيد، استوب. اللي بيدافع عن المقر لحرصته هو اللي شهيد، واللي قتل في النار، اللي قتل في النار، انه رايح بهدف السرقه، رايح بهدف التخريب، رايح بهدف الفساد في الارض، لا استوب. هذا ان قتل فهو في النار، فان لم يقتل وقبض عليه يطبق عليه حد الشرافه، يطبق عليه يعني لو اتقتل في النار في دهب في نصيب ده مجرم، ده راجل بيعيش في الارض كساد، راجل يروع الامنين، راجل يسرق الممتلكات او يحرق الممتلكات، هذا يتعارض كلية، عشان ما حدش يفهم غلط، مع من خرج سلميا يطالب بالمطلب آمنا سلميا، ده لا يجوز على الإطلاق مساسه، على الإطلاق حرية الرأي التعبير السلمي التام، طالع من بيته مش معاه سلاح مش هادف جيب يهجم على مؤسسة أو يهجم على قسم شرطة أو غير ذلك، لا هذا لا يقتل بأي حال من الأحوال ولا يمثل أي حال من الأحوال، وإن قتل هذا السلمي يعتبر قتل مظلوما، قتل مظلوما. لذلك يجب أن نفرق بين الحالات، وكل حالة لها حكمها، لو قتلته لو قتلني تبقى شهيد، لو قتلته تبقى في النار. ولذلك إن جاء هذا الثاني أو اللصق أو البلطجي يريد سرقة مؤسسة أو حرق مبنى أو غير ذلك، وتصدى له الناس، فمن تصدى له وقتل هو الشهيد، اللي تصدى له هو الشهيد. طيب من الذي يعطى حق التصدي؟ الإسلام وكماله وقعته وضع لكل هذه المسائل والأمور انضباطية، مش هرجلة مش عفو، الذي يتصدى يجب أن يكون في المرتبة الأولى ولي الأمر المكلف، يستطيع ينتدب
بتكليف من ولي الأمر، وإلا لا يصح بآل بأي حال من الأحوال حتى لا تصبح الأمور فوضى. قسم الشرطة، من الذي معني بحمايته؟ نعم الشرطة تطلع تتصدى، تطلع تتصدى بيدك. من الذي معني من حمايته؟ أن تطلع تدافع عن بيدك. وهكذا وهكذا وهكذا، هذا الانضباط الشرعي الذي يجب أن نأخذ به. لماذا؟ حتى لا تتخلل هذه الأمور ضغائن شخصية فتصبح فوضى. تقول ده أنا زعلان من واحد كده عشان بيخالفني الرأي أو كذا وكذا، أقوم طالع قتله قلت كان جاي يتحرك. لا لا، ممنوع. المكلف هو الذي يخرج، أنت مش مكلف، ما تخرجش، مش بتاعك، مش قضيتك. قضية مين؟ المكلف بهذا الأمر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ممنوع أنواع القاتل، اثنين من القتلة يدخلوا النار، قاتل ومقتول، واثنين قاتل ومقتول يدخلوا الجنة، واحد مقتول يخش النار اللي هو الحرامي او البلطجي او اللص، واحد يخش النار والمقتول يخش الجنة، هي دي الحالة الوحيدة لمن قتل ظلما. ولكن يجب ان يكون هنا وقفة، وهي وقفة للاستهانة بالدماء. الاستهانة بالدماء، تلك الدماء التي قال عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم: الإنسان بنيان الرب، فملعون من هدم بنيانه. ملعون، تصب عليه اللعنة. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل في الكتاب إيه؟ أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس، إنما قتل الناس جميعاً. أقرأ الحق تبارك وتعالى: الفساد في الأرض من نهب وسرقة وحرب بالمرطوب أو غيره، بالقتل سواء بسواء. كأن الله يريد أن يقول: من حرك كمن قتل، من حرك كمن قتل، سواء بسواء، لا فرق بين القاتل وبين الذي يحرق، الاثنين في الحكم سواء. ولذلك أقرن الله بنا: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد بالأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل بينا بعد أول ما يقضى بين العباد يوم القيامة الدماء وحرمة الدماء، نروح لمظلمة أخرى. ايه المظلمة التانية بعد الدماء؟ المعاملات المادية التي بين المسلمين. يا يعني الدماء المعاملات؟ نعم. وذلك في قاعدة فقهية كنا بندرسها، يقول لك: حقوق العباد مقدمة على حق الله عز وجل. يعني معناه ايه؟ يعني اللي بينك وبين ربنا من خلال العبادات والفرائض ممكن ربنا يسامح، لكن اللي بينك وبين اخوك المسلم لا. يعني ايه لا؟ ينفعش. لا، لا تسقط عنك بأي حالة من الأحوال.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أصحابها، لتؤدن الحقوق إلى أصحابها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. مفيش حاجة بتضيع أبدا، حتى الحيوان الأعجم الأخرس. تشوف كده أعزكم الله تبارك وتعالى ورفع قدركم وقربكم على سائر المخلوقات. تشوف الخروف صاحب القرن بينتح خروف ملوش قرن، ويعدي سيدنا النبي عليهم كده، هو والصحابة رضوان الله عليهم، سيدنا النبي معدي كده وخروف بقرن بينطح خروف من غير قرن. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ درس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا ابا ذر، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ابا ذر الغفاري رضوان الله عليه، اتدري فيما ينتطحان؟ قال: لا يا رسول الله، انت تعرف ان دول بينطحوا بعض، ده الخروف اللي بقرن ده بينطح الخروف اللي مالوش قرن ده، اتدري فيما ينتطحان؟ قال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن الله يدري، ولكن الله يدري، وسيقضي بينهما يوم القيامة. لذلك هنا لما تيجي تقرا في اخر سوره عامة النبأ، اما تيجي تقرا تجد قول الحق جل في علاه: ويقول الكافر يا ليتني كنت ايه. شوف الادب، شوف القيمه القرانيه الراقيه العاليه الرائعه. ما يقولش الكافر يا ليتني كنت حيوانا، لا، هذا لا يليق بالاسلوب القراني اللي بنتعبد به. ولكن يجي هنا صيغه بلاغيه في منتهى الروعه يقول لك: باعتبار ما سيكون، باعتبار ما سيكون. كأن الكافر لما يشوف المشهد ده في أرض الحساب، لما يحيي الله عز وجل كل المخلوقات والكائنات والحيوانات ليقتص من الشاة القرناء للشاة الكلحاء اللي ملهاش قرون، يقول: يا ريتني كنت زيهم، يعني يا ريت كنت مخلوق في الدنيا خروف ولا نعم ولا حمار، يا ليتني كنت ترابا، يا ريتني ما كنت انسان، يا ريتني كنت حيوان. فيقضي الله عز وجل كما قضى بين الحيوانات، ثم يقول لهم: كونوا ترابا. ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. أيها الأحبة، يقضي الله عز وجل بين العباد في المعاملات المادية، وترى ذلك في كتابك: ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع أشياء ستسأل عنهم بين يدي الله عز وجل، من هذه الأشياء وعن ماله، من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. شوف فلوسك جايبها منين، مش بس جايبها منين، موديها فين. وألقي على حضراتكم إطلالة سريعة من صورة من المعاملات المحرمة والمنتشر في أسواق المسلمين اليوم، ويختلط فيها المال الحلال بالمال الحرام وهو لا يدري. أديك مثال واحد من عشرات الأمثلة، بنرى بعض التجار هدانا الله وإياهم بياخد بضاعة من مصنع، بضاعة دي ب100,000، يبيع من البضاعة دي 50 ب50,000 على إنها هيسدد بعد البيع،
وياخد الخمسين ألف اللي باع بيهم نص البضاعة يقوم شغال بيهم مع مصنع تاني. ويجي صاحب المصنع الأولاني يطالب بحقه يقول له السوق نايم، السوق تعبان ومفيش. هذه شيء بسيط من الصور المحرمة لأنه يتاجر بمال مش مالك وغير مرضي عنه على الأساس. فأخلط وأدخل جوفه وأدخل بيته مال إيه؟ حراما حراما. يأتي هذا العبد يوم القيامة أمام الله عز وجل. اللي بيشتغل بفلوس مش بفلوسه بغير علم صاحبها، فيقضى منه ويقتص منه. ولكن يوما لا درر ولا ريال ولا فلس ولا جنيه ولا يورو ولا اي حاجه من دي خالص، لا ولا شيء ولا اي حاجه، لا. كيف يؤخذ منه ويقتص منه؟ يقضى ويقتص منه من حسناته، من حسناته بقدر هذا المال. من الذي يقدره ايها الاحبه؟ الله تبارك وتعالى. خمسين الف حسنه تتخذ من سجل حسناته، مئه الف حسنه، مئتين الف حسنه، ربعمئه الف حسنه، مليون، اثنين مليون. نعم، هذا الذي سيكون امام الله عز وجل. اوعى اياك، حذار، انتبه جيدا. كل مليم يخش جيبك اوعى، مش هينفعك، اقسم بالله ما ينفعك. لماذا؟ لان عبد الملك بن مروان بيسال ابا حازم، وكان قد ادرك صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين، بيقول له يا ابا حازم من احمق الناس؟ صلى على الحبيب. احمق، احمق دي في لغتنا الدارجه المتخلف، لك ده متخلف، ده غبي قوي، ده انسان احمق. فبيقول له يا ابا حازم من احمق الناس؟ فقال يا امير المؤمنين احمق الناس من باع آخرته لدنيا غيره. فعلا ده متخلف، لأن هو مش هيقدر يصرف ده. يعني أنت إذا كنت كسبت مليار ولا 2 مليار ولا مليون ولا 2 مليون ولا 50 ألف ولا 60 ألف في حياتك من حرام، بالرشوة أو الاختلاس أو الغرر أو ممتلكات دولة أو شبر أرض أو حتة أرض استوليت عليها أو نصب نصبتها أو سرقة سرقتها والسوق فهلوة، لا، هتموت ورب الكعبة هتموت ومش هتطلع من دنيتك إلا بحتتين قماش بقوا مجانا، مش هتدفع فلوس، ما تقلقش. الكفن بقى إيه؟ ربنا بارك لنا دلوقتي بالجمعيات الخيريه كتير بتيجي تغسل غني فقير معاك، معاكش بايه؟ اسمعها كده تقول لي ببلاش، تقول لي ايه؟ ببلاش. تزعلش، بتيجي اذا كنت معاك مليون 2 مليون غني مبسوط فقير بتكفلك ببلاش دلوقتي، كفن ببلاش. ما تقلقش يعني، ما تقوليش انا بس ربنا انا قلتلك عشان الاقي حق الكفن، لا يا عم ما تقلقش، ده الكفن دلوقتي ببلاش ومالوش ديون تعبي فيها وانت نازل. يبقى تسيبه لمين؟ يا راجل حرام عليك، التاني ربنا بنفسك ارحمها، حرام عليك تبقى بتتعذب في تربتك وبتتقلى في نار جهنم واولادك عمالين مع مراتاتهم وهنا 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 والفشلاهم واللي سهران في الصاله واللي بيلعب قمار يا جدع يا جدع اعقل. الكيس يا كيس، النبي بيتعجب. صلى عليه وسلم، والله لو طلعنا من الجمعه دي بس
النبي بيتعجب يقول يأتي ابن آدم يوم القيامة طالع من تربته طماع، حتى في الآخر حتى في الآخر. ما هو خلق الإنسان ظلوما إيه؟ جهولا. طالع من تربته يقول مالي 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 مالي، ده الفلوس جميلته في الدنيا كل حاجة فلوس فلوس فلوس. مالي مالي مالي، يعني هو لو فكر في الفلوس عشان تعوش عني، في الفلوس اشتري بيها فيلتين ولا اصرف في الجنة ما اغنى عني ماليا. لا، هو من لسه طرد ده في ارض الحساب يطلع يقول مالي مالي مالك يا شحات يا جعانك، ده طالع من بطن امك شكلك ايه؟ فيتعدي سيدنا النبي يقول ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول وهل لك يا ابن ادم من مال؟ ده انت شحات، ده انت جعان، والله العظيم طالعين من بطون امهاتنا جوعا. من الذي اطعمنا؟ عرادا من الذي كسانا؟ اذلاء من الذي اعزنا؟ ضعفاء من الذي قونا؟ انه الله. مالك ايه وسلطانك ايه وحالك ايه يا عم الشيخ الله يكرمك؟ طالع من تربته يقول لي برضه فلوسي فلوسي، مالي مالي. وهل لك يا ابن ادم من مال الا ما اكلت فافنيت. في المجال كلت كباب زي الفول كله في المجال، الا ما اكلت فافنيت او لبست فابليت. خلاص اللي كان بيلبس جلابيه في الدنيا بقى زي اللي بيلبس بيضه وكرافطه، زي اللي بيلبس حرير، زي اللي بيلبس كتان، زي اللي لابس قطن، زي اللي مش لابس. يلا كل ارض المحشر عروه حفره. فين مالك؟ فين مالك؟ فين صوتك اللي جمعتها من حرام ولا تبالي ولسه مصر ولسه عندك مليارات محتفظ بيها سارقها من البلد ومصر؟ خليك اشبع اشبع، ويخلوهم يدفعوك لسه لسه. اللهم اهدي كل عاصي يا رب العالمين، اللهم اهديني يا اكرم الاكرمين، اللهم ردنا جميعا الى دينك ردا جميعا يا اكرم الاكرمين. وهل لك يا ابن ادم من مال الا ما اكلت فابليت، الا ما اكلت فافنيت، او لبست فابليت، او تصدقت فامضيت، او تصدقت فامضيت. ولا يرفع الله للعبد صدقه الا اذا كانت من حلال، الا اذا كانت من حلال. رساله الى الاغنياء والاسرياء ورجال الاعمال الذين يبنون مستشفيات ومساجد ويتصدقون ليل نهار، اعلموا ان رب درهم يسبق 100,000 درهم. بني ان تخرجه من حر مالك من حلال اعظم من 1,000,000 جنيه بنيت بيها مستشفى من حرام. بتضحك على مين؟ بتضحك على مين؟ فعش تضحك على نفسك اذا كنت بتشبع اهداف نفسك وتقول لك طب ما انا باخد وبدي. لا، ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، انما يتقبل الله من المتقين. ادعو الله. حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. ونشهد ان لا اله الا الله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ونشهد ان سيدنا واستاذنا وعظيمنا
وأملنا في الشفاعة يوم أن نلقى الله عز وجل. خير من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته ودعا بدعوته وصار على نهجه وخط خطاه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ المفلس يعني اللي جيوبه فاضية. أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا دينار له ولا درهم. ماشي جيوبه فاضية، فلان ضرب تفليسا أو مفلس. ولكن من حبيب، إذا كانت البشرية إلا من رحم ربي تنظر دائما وتزن الأمور دائما بموازين الدنيا، هذا دأب البشر من يوم أن خلق الله عز وجل الأرض ومن عليها، أنها تزن الأمور بموازين الدنيا، وموازين الدنيا دائما ميزان مختل، ميزان مختل، ميزان قبل ما تجد فيه العدل، وقبل ما تجد فيه الإنصاف، وقبل ما تجد فيه الحق. ولكن موازين الدنيا دائما تكون موازينا تكيل بمكيالين، بل ربما تكيل بألف مكيال. نكيل بمكيال الهوى، ونكيل بمكيال الظلم، ونكيل بمكيال الطمع، ونكيل بمكيال الرئاسة، ونكيل بمكيال كل ما هو دني يحقق أهداف البشرية التي في الغالب أن تكون دنية وضيعة. هكذا موازين الدنيا أيها الأحبة، موازين ترى أكثرها ظلما لا عدل، وعدل إنصاف ولا تقدير. ولذلك عندما يقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه: القضاة ثلاثة، القضاة ثلاثة، أغلب القضاة في النار قاضيان في النار وقاضي في الجنة. هنا غلب الحبيب صلى الله عليه وسلم عدد الظلمة أكثر يوم القيامة من عدد العدول. عدد الظالمين يوم القيامة سيكونون أكثر من عدد العدول، وعدد المنصفين يوم القيامة سيكونون أقل بكثير من عدد المنصفين. أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا دينار له ولا درهم. قال صلى الله عليه وسلم: المفلس هو الذي يأتي يوم القيامة بإيه؟ بصلاة وصيام وزكاة. انت راجل محترم، الراجل اللي هيجي يقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، راجل بيصلي يا اخوانا، راجل بيزكي، راجل بيصوم، راجل بيطلع الحج، انت راجل محترم، انت ده راجل البر والتقوى في زماننا. يأتي بصلاة وصيام وصدقة وحج، نعم. طب وبعدين ده مين ده؟ لا، لكن شوف الدنيا عمل ايه. يأتي وقد قذف هذا لسانك، لسانك احفظه شوية. صدقت والله أمام الله عز وجل وقرأ ذلك في كتابك حرفا حرفا وكلمة كلمة وسطرا سطرا وصفحة صفحة، لا تستطيع أن تطوي صفحة دون أن تقرأ.
فلان الفلان، ربنا يسهله. يعني ايه ربنا يسهله؟ يعني ربنا يسهله بقى. يعني ايه ربنا تماشي مع فلان يا جدع؟ اتقي الله. فلان الفلانيه ربنا يسهله، ربنا يسهله. وبعدها شوف لنا اسئله ثانيه. يعني ايه مثال؟ ارايت بعين ام ناصر اذا رايت فاشهد والا فل. كثيرا ما تتناقل الاخبار الكاذبه المضلله عبر وسائل الاعلام كلها، حتى الفيسبوك تلاقي شباب طالع قاعد يشتم ويسب ويقول اخبار كاذبه ويخترع من عنده لكله. وانا لا، والله العظيم لا اخص طائفه عن اخرى، للجميع. اتقوا الله، للجميع، للجميع شبابنا من كل الاصناف والالوان والاحزاب. كلام فاضي. بتعملوا ده كلام فاضي. كل كلمه هتكتبها، كل خبر هتنقله هتحاسب عليه. انه يعد قذف. وقد قذف هذا. وشتم هذا. حتى لو بتضحك. اه، وفي ناس بتسالني كده، يقول لك طب انا بشتمه بضحك وهو بيقعد يضحك. اقول له لا، مش حاجه اسمها يضحك. يا ابن كذا والتاني يقول له عليه ابن كذا ويضحكوا. طب وذنب ابوك اللي في تربته ايه؟ ذنب امك اللي في تربتها ايه؟ وذنبهم ايه؟ لو حييه. اتق الله. وشتم هذا وضرب هذا. بيستخف دمه. زي واحد كده مستحيل يقول لك واحد يروح مضربه على الهوا يضحك الناس عليه. وضرب هذا وسفك دم هذا واكل مالي هذا، فيؤخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى اذا بنيت حسناته اخذ من سيئاته، فوضعت على سيئاته وطرح بها في النار. اعاذنا الله واياكم من هول هذا الموقف، ومن هول الانسان، ومن ظلم النفس يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. احبتي في الله، للحديث بقيه، وما زلنا في ارض الحساب لنعيش سويا في اللقاء القادم بمشيئه الله عن اصناف العباد بين يدي الله عز وجل في ارض الحساب ليقضي بينهم الواحد الديان. الله اسال ان يحيينا مستورين، وان يتوفنا مستورين، وان يقبض ارواحنا مستورين، وان يامرنا بستره الجميل. اللهم اغمرنا بسترك الجميل، اللهم اغمرنا بسترك الجميل. اللهم انزل علينا رحمتك، وانزل علينا رضوانك، وانزل علينا هدايتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ات نفوسنا تقواها، وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وان تغفر اللهم لنا ربنا يوم الدين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهد شبابنا، واهد ابناءنا، واهد نساءنا الى ما تحبه وترضاه يا مولانا. اللهم سلم مصر من الحاسدين، وسلم مصر من الحاقدين، وسلم مصر من العملاء رب العالمين. اللهم اجعل مصر ارض سخاء رخاء يا اكرم الاكرمين. اللهم اجعل مصر ارض سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم من اراد بمصر الخير فوفقه، ومن اراد بها الشر فاجعل كيده في نحره. امين امين امين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله فيذكركم، واستغفروه يغفر لكم. واقصى